صبحكم بالخير والحب أعزائي المشاهدين، دايماً وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقة جديدة من البيت، وبيسعدني اليوم أنه تكون ضيفتي مختارة سد البوشرية ونائب رئيس حزب الاتحاد السرياني الباحثة الدكتورة ليلى لطي. يسعد صباحك يا دكتورة. يعني بهالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، ظهر الكثير من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، وحضرتكم كنتوا على رأس القائمة. فإن كان على صعيد حزب الاتحاد أو على صعيد مسؤوليتكم كمختارة سد البوشرية، خبرينا عن المبادرات اللي أنت فيها. بونجور، بنعيد الكل بداية بهالأعياد المجيدة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون نخلص من هالفترة العصيبة والصعبة اللي عم يمر فيها لبنان وكل الشعب اللبناني. وصحيح يعني شو ما قلنا هالفترة كتير صعبة. طبعا نحن على صعيد، إن كنا على صعيد أحزاب أو مؤسسات أو حتى مجتمع مدني، كليتنا صراحة بهالفترة تبين إنه الكل تكاتف كرمال المساعدة، كرمال نقدر شوي نساعد بعض بهالأزمة الاقتصادية، غير أزمة الكورونا. يعني على الميلتين صعب كتير الأمور بالنسبة للكل. فجربنا أكيد إنه يعني نقدر نساعد لو مثل ما بيقولوا بفلس الأرملة بهالمناسبة. كرمال هيك كحزب اتحاد سرياني قدرنا نعمل حصص غذائية ل 700 عائلة، توزعت ما بين المتن وبيروت وزحلة وطرابلس. هيدي بداية خلينا نعتبرها أول حملة. وكمان أنا كمختارة بالمنطقة قدرنا كمان نجيب من بعض الخيرين شوي مساعدات مالية صغيرة، قدرنا نقدم ربطة خبز. هي الفكرة، فكرة الخبز بحد ذاتها يعني بتعني شيء، انه هو اساسيات الحياة. فنحن قلنا على القليل نقدم هالرغيف الخبز للناس المحتاجة. فانا بالمبدأ بشكل يومي عم نوزع 100 ربطة خبز، عم نحطها حد الباب على طاولة، يعني لكل المارقين بالمنطقة، كل اللي بيحبوا، كل المحتاجين، او في ناس عم تاخد لناس محتاجين. فنحن كمان هيدا انا على صعيد مختارة انه عم بقدر أعمله. يعني بنرجع بنقول كل هيدي محاولات بسيطة. أكيد نحنا ما منحل محل الدولة، أكيد نحنا مش الدولة ومش الحلول للمواطن أو لهالأزمة وهالمشكلة الكبيرة، ما راح تصير على يد أحزاب أو مؤسسات أو حتى أشخاص، لا، الموضوع أكبر من هيك بكتير. بس بنرجع بنقول نحنا على أدنى، على حجمنا، وبالإحساس بالمسؤولية والإحساس بتعرف الإنساني تجاه العالم المحتاجة، هيدا اللي عم نقدر نعمله هلأ بالشكل بالوقت الحالي وبهالشكل. دكتورة، كيف بتشوفي المبادرة اللي قامت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية؟ احكي لنا عن السلبيات وعن الإيجابيات. كوزارة شؤون اجتماعية هلأ الفكرة أو المبدأ يعني كتير كتير حلو وكتير مهم، انه اكيد في كتير عيال هن اكثر فقرا، اكيد بحاجة لل 400 ألف، اكيد بتسند لو شي بسيط بهالظروف الصعبة. بس انا برأيي في اشياء شوي انشغلت غلط. يعني مثلا تفاجأنا انه ما كان في ابديتنج مزبوط من قبل الشؤون. يعني اوكي كان عندهم هيدي المعلومات، هيدي الداتا، بس كان ممكن ينشغل عليها اصلا بالسنين السابقه، كيف منا ابديتد. هيدي شغله ثانيه كانوا طلبوا منا نحن كمختير وكبلديات انه نبلش نشتغل على هالمعلومات ونبلش نعبي، يعني نحن استمارات او نعبي اسماء ونبعث لهم اياها، ونطلب هيدا الشيء منا واشتغلنا عليه على مده تقريبا 3 أسابيع. بعدين بنتفاجئ انه هالمعلومات ما اخذوها، وبلشوا يحكوا عن الاعلام انه بلشوا يوزعوا او رح يبلش الجيش يوزع هالمبلغ للعيال المحتاجة. ف يعني أنا ما بعتقد هيدا الشغل بروفيشنال. يعني كان ممكن من الأساس يشتغلوا على الداتا اللي عندهم وما يطلبوا منا. فبعدين رجعوا طلعوا بفكرة الاستمارات أونلاين، أوكي هيدي فكرة كتير منيحة. طب دكتورة، برأيك شو هي الآلية الأمثل لإيصال المساعدات لجميع الناس المحتاجين؟ هلأ في شغلة، خلينا نكون كمان منصفين بحق الوزارة أو غير الوزارة، كدولة في شغلة كتير مهمة هي الرقم الوطني. نحن لحديث اليوم يمكن
الوحيدين اللي ما عندنا رقم وطني. فبمجرد ما عندنا رقم وطني هيدا موضوع كتير صعب هو وغيره انه نقدر يكون عندنا معلومات updated. فبداية لازم نبلش نشتغل جديا على رقم وطني لكل مواطن. كمان اونلاين على اساس بده ينشغل على جهتين، اول جهه انه كمختار او بلديه بيعبوا هودي المعلومات مباشره، بيجي المواطن لعندهم وبيعبوا على هالاساس. هيك بلشنا. وكمان في مطرح بيقول لك انه اذا فيك تبعت لينك للمواطن وهو يعبيها. هيدا الشيء ما زبط معنا، يعني انا بالنسبه لإلي ما زبط، حكيتهم اكثر من مره، رجعت اللي هن حاطين رقم تليفون لنراجع عليه، فكمان تفاجئنا انه منه ابديتد، يعني ما عم نقدر نبعت اللينك لحدا. لازم يصير في تعاون بين كل مؤسسات ووزارات الدوله، لانه اذا عندنا رقم وطني ما هيدا الرقم الوطني بده يتعزز بمعلومات، وهالمعلومات ما رح يمشي حالها وما رح تكون updated إذا ما في تعاون كامل ما بين كل مؤسسات الدولة والدوائر الرسمية وأكيد الوزارات بين بعضها، لحتى ساعة اللي بيكون عنا شو بيقولوا يعني مرحلة أو فترة كوارث مثل ما هلأ شفنا، للأسف لازم نكون مستعدين ما يبين، يعني هون بيبين قوة الدولة أو فشل الدولة. ختاماً دكتورة، شو هي النصيحة أو التمنيات اللي بتوجهيهم لجميع اللي عم بيقوموا بمبادرات إنسانية أو اجتماعية؟ يعني برجع بقول الحلول ما لازم تكون مجزأة، وما لازم تكون الحلول ننطر لتوقع المشكلة لنبلش ننبش على طريقة نحل المشكلة أو نحل مثل ما بيقولوا تداعيات المشكلة. هي لازم نحن يكون عنا استعداد دايم مسبق لأي مشكلة أو كارثة رح تحصل، وإلا ما بنكون دولة، يعني بنكون ما بعرف، يعني بعتذر عن التعبير، نحن مش مؤسسة أو مش مزرعة. بالنتيجة إذا بدنا نكون دولة بده يكون عنا فعلا مقومات الدولة العصرية. كل الشكر لك دكتورة، وكل التوفيق دايما، ويعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها. مشاهدينا، بدي أختم معكم على أمل اللقاء بحلقة جديدة من البيت. انطرونا.